شكرا لك زميلي عادل الاجانبي سمو الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال. نرحب فيك سمو الامير. ما ابغى ادخل معك في تفاصيل المباراه قبل ما ادخل معك في تفاصيل الجمهور. جمهور يملا جنبات استاد الملك فهد الدولي. اعتقد ان هناك ارقام قياسيه ربما يعلن عنها اليوم سمو الامير من خلال حضور الجماهير في استاد الملك فهد. على مستوى الانديه دائما ما يحقق نادي الهلال رقم قياسي. الحمد لله هذا اعتقد انه رقم قياسي في البطوله الاسيويه ككل. اللي برا انا حسب ما سمعت اعداد يمكن ضعف اللي في الملعب. ان شاء الله يا رب انهم كلهم يطلعون سعيدين باذن الله. التذاكر نفذت بالكامل حسب معلوماتك سمو الامير. نفذت. ورقم قياسي انه كان على اساس انه الاستقلال الايراني قد حقق رقم قياسي في الاونه الماضيه. لا نعتقد انه الرقم هذا يعني سعة الملعب كاملة ممتلئة. نحن نعرف على حسب ما نعرف انه تقريبا 70,000 المقاعد غير نشوف الدرج كله مليان ايضا. اذا سمو الامير هذا الرقم يحتاج الى حضور في الملعب. ان شاء الله يا رب انهم يسعدونهم ان شاء الله. سمو الامير حينما تحتاج لهدفين حساباتها تختلف او حينما تحتاج الى هدف الحسابات تختلف خصوصا ان الفريق الايراني يملك فرصة التسجيل لهدف وربما يصعب المباراة على الهلال. شفنا مباراة الغرافة هدفين جو بدقيقتين. 90 دقيقة هذه ممكن كلها تكون ما فيها أهداف في آخر 5 دقائق يحرز الأهداف. نأمل إن شاء الله أن الأهداف تكون للهلال. نأمل أنهم يطلعوا بالمستوى اللي يأهلهم إن شاء الله للنتيجة. أن يشاهد ولي في دكة البدلاء يستطيع أن يربط ما بينها وبين مباراة الذهاب سمو الأمير؟ لا إطلاقا. وحسب ما فهمت من المدرب وحسب ما المدرب أفهم اللاعب هي الأمور تكتيكية بحتة لا علاقة لها بمستوى اللاعب في المباراة اللي فاتت. 6 لاعبين مهددين بالإيقاف اليوم. تخاف من هذا الهاجس سمو الأمير؟ بالتأكيد لكن هاجس المباراة أكبر. لانه ان شاء الله البدلاء على مثل اللي موجودين. شكرا سمو الامير تعبناك جبناك. شكرا شكرا.